بعد القرون المفضلة اشتد الظلام وتلاطمت الشبهات والمذاهب والفرق. بعد القرون المفضلة ظهرت الفرق وظهرت الاختلافات وظهرت المقالات السيئة، فقيض الله لها من العلماء والدعاة إلى الله من قاموا في وجهها وردوها في نحور أصحابها. خذوا مثلا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، كان في عصره الأمر متلاطم من كل جهة، من الصوفية ومن علماء الكلام ومن القبورية ومن الفرق الضالة كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمعطلة، فقام رحمه الله في وجوه هذه الطوائف ونازلها وبين بطلان ما عندها من الشبهات، ونصره الله وانتشر علمه ولا يزال علمه يتجدد والناس يستفيدون منه ويستنيرون به. لو أنه سكت وخزن العلم في صدره ولم ما حصلت هذه الآثار الطيبة. وأقرب مثال أيضا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ظهر في بلاد نجد وهي قد أخذت قسطها مما حصل في العالم الإسلامي من الخمول ومن الشبهات والشركيات ومن أمور عظائم كدرت وجه الدعوة ووجه الإسلام، فقام رحمه الله على نور من ربه وعلى بصيرة وعلى علم، قام ودعا إلى الله عز وجل وصدع بالحق ونصره الله عز وجل، فأثمرت دعوته هذه الدولة المباركة.